according to the needs. يعني اكو فد نيد معين الى هذا الترانسفيوجن وماخوذ من شخص معين و according to certain sequelae and certain precautions احنا لازم ننطي to the other person. طبعا blood transfusion blood it is يعني صحيح it is in a fluid a body fluid but it is considered as a tissue. Okay, هو صراحة not only a fluid but it is a tissue, so it needs as tissue given to the from the donator to the recipient. لازم يصير بيها cross matching. يلا ننطي هذا التشو. الكروس ماتشنج هو مو الميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس او هيومن لوكوسايت انتي جين او غيرهن. الكروس ماتش اللي يصير بالبلود ترانسفيوجن تعتمد على عنصرين اساسيات. اكو احد يقدر يسولف لي شنو هي الامور اللي يصير بيها الكومباتيبلتي اند كروس ماتشنج ان دونيتنج بلود؟ ماكو احد؟ شنو الانتيجينز اوف بلاد؟ يعني اذا انا اريد انطي بلاد انا اعتمد على سيرتن انتيجينز. اكو احد يقدر ينطينا ذيس انتيجينز وات ار ذي؟ هو البلاد جروب. اكسلنت. البلاد جروب. اند؟ البلاد جروب ار اتش. ار اتش. اند ار اتش. زين البلاد جروب كم جروب عندنا؟ ترى اربعة الاي والبي والاي بي والاو. ممتاز. والار اتش؟ الار اتش نيجاتيف بوزيتيف. زين اي بي يقدر ينطي الى اي بي وذر بوزيتيف اور نيجاتيف لو اكو بعد سب جروبس دكتور اكو سب جروب قد تقريبا عددهن احد يقدر يعرف دكتور حسب ما اخذناه الان بالفسد وصلنا لل 50 لل 50 اكسلنت احنا كنا ماخذيها تقريبا 35 سب جروب بس يعني عاده ديو تو مور موداليتيز اند امبروفمنت ات ميدج اب تو 50 اكسلنت زين شنو الميثودز اللي نتبعها فور بلاد ترانسفيوجن كروس ماتشنج اقدر احد يقدر يعرف هيك فد مختصر يعني او فد فكره من اريد اخذ نروح ناخذ من الدونيت والريسيبيانت مثلا احنا نقول قطره بقطره ونسوي له كلوتنج تيست نشوف اذا صار عندي الكلوتنج فهذا ما راح نطيه واذا ما صار فراح نمشي The patient is O. إذا صار عندنا بس الـ anti-A positive معناته the patient is B. وإذا عند بس الـ B هذا A. وإذا اثنيناتهم ما صار عندهم reaction معناته هذا AB. بالإضافة إلى الـ RH. إذا صار reaction معناته هذا RH positive. إذا ما صار reaction معناته هذا RH negative. ولكن أكو طرق أخرى. هاي الطريقة اللي نتبعها تسمى طريقة الـ السلايد ميثود اللي هو سلايد ونخليها واكو طريقه اخرى فور كروس ماتشنج يسموها طريقه الجل ميثود شنو الجل ميثود الجل ميثود هي عباره عن ار بي سيز او هول بلاد فروم ذا دونر ميكست وذ ذا سيرم اوف ذا بيشنت اند انكوبيتد ان ان انكوبيتر فور اباوت 1 اور تو سي ذا ريزلتس الريزلت اللي تطلع يتم مشاهدتها under microscope to see if there is any interaction between the two patients or the two persons. هاي الطريقة هي حاليا the most accepted way for blood transfusion in elective cases. انه اني اخذ full blood or RBCs from the donor and mix with the serum of the recipient and to be incubated under typical circumstances to see if there is any interaction between the two or not. زين نجي الآن إلى محاضرتنا for blood transfusion. The first successful transfusion was done in 1818. طبعا أكو قبلها صارت trials ولكن for certain causes they were failed. Up to 450 ml
of blood is drawn. هاي الميكانيزم. 450 ml of blood is drawn a maximum of 3 times each year. ما يصير أكثر لأنه reflexly راح يصير increment of the bone marrow and spleen would to form a new blood products and a new blood component وممكن أن يسوي لنا increment in size and increment in cells splenomegaly or increment in cells and megakaryocytes and liberation of blastocytes to the blood and lead to certain pathological sequel. So a maximum of 3 times each year, each unit is tested for evidence of hepatitis B, C, HIV, 1, HIV, 2, and syphilis, blood transmitted or blood communicable diseases. A donation are leukodepleted. لازم السيلز اللي اخذها البوينت اللي اخذه I should separate the leukocyte حتى ليصير عندي cross reactions as a precaution against variants Creutzfeldt-Jakob disease وكذلك امراض Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt-Jakob disease يا هو من عندهم تعرفوه سامعين بي دكتور بشير سام بس ما سمعت Creutzfeldt-Jakob disease يا مرض بالعربي احد سامع بيه؟ احد يعرفه؟ ما حد يعرفه؟ سامعين جنون البقر؟ هذا ما سامعين بيه؟ ايش بيكم اليوم؟ شو شويه صمت ليش؟ دكتور سامعين بي سامعين بي دكتور ممتاز And then the Creutzfeldt-Jakob disease was transmitted by the leukocytes of an infected person. And also for the reduction of immunogenicity of transfusion. The ABO and the rhesus D blood group are determined مثل ما اتفقنا 3 drops يتخلى عليها 3 reagents. As well as the presence of an irregular red cell antibodies also to be depleted. The blood is then processed into subcomponents. And it's collected from the donor who have been previously screened before donation حتى نعرف انه هذا مو راح يترانسميت ديزيز to exclude any harm to the patient or to prevent donation from زين احد يعرف السب جروبس اوف بلاد يعني انا بدي انطي بلاد اوكي هذا واحد بعد شنو اللي انا انطي ضمن خانه البلاد اند بلاد كومبوننتس اول واحد هو البلاد اللي يحتوي كل الكومبوننت مالت البلاد عدا اللوكوسايتس دكتور كل الكومبوننت مال البلاد تقدر تنطي سيبريتد يعني لازم يقدر يطوى الواحد ار بي سي تقدرون يفرقوا الواحد وايت بلاد سيل بليتلت تقدرون يطوى الواحد زين الار بي سي شلون تنطي؟ يسوونها دكتور بالسنترفيوج تنفصل سيربيس سيبريتد ويستخلصوها ويحقنوها شو يسموه البوينت اللي بيه بس ار بي سيز؟ لا صراحة ما أعرف دكتور يسموه باكت باكت ار بي سي تقريبا ايش قد تقريبا الاماونت مالته كم سي سي هو البلاد هو 450 and it is mixed with anticoagulants حتى لا يصير بي كلوتينج inside the bag after centrifuge it will be separated into packed RBCs and plasma البلازما شو يسموها؟ يسموها fresh frozen plasma and packed RBCs. The packed RBC point is reach about 250 to 300 cc. وعندنا fresh frozen plasma. وعندنا also cryoprecipitate. And we have factor 8 concentrate. And we have fibrinogen concentrate. All these are a components of blood that can be given to the patients according to certain indications. So we have a whole blood. والهول بلاد عادة اكو فريش واكو اولد الفريش هو اللي ينحسب خلال 3 days if the blood transfused to the patient that was donated before 3 days it is considered as a fresh blood شنو هي الشيء اللي بالفريش بلاد يكون موجود وبالبقية ما موجود ولهذا انا احاول انه اخذ فريش بلاد دكتور هو يعني هيبارين يمكن الهيبارين هو it is not available in the blood
but I should give it to the patient in order to prevent clotting. دكتور بس تقدر تعيد السؤال؟ بس تقدر تعيد السؤال أخي دكتور؟ قطع الكومبوننت اللي موجودة in fresh blood. The fresh blood طبعا هو البلد اللي ينطي within the 3 days or 72 hours after donation. If I give it to the patients, it will be considered as a fresh blood. It is recommended for certain use and in certain patients because it has certain components. And after these 3 days, this component will fall dramatically. So in the whole blood, passing the 3 days, it is not considered as a fresh. And you know what are the components that present in the blood make it fresh? And when past these 3 days, it will be deranged. دكتور blood proteins. هو كله blood protein صراحة. The most important component that will fall dramatically is the platelet and complement system components that will interfere with the coagulation process of blood if they are needed. So if we give blood, it is not that is not fresh, we should add, as we will see, after massive transfusion, over the second pint, we should add plasma for each 1 pint and the platelet pint for each 1 pint of whole blood. بينما fresh blood, اللي within 3 days, you are not in need to transfuse more clotting factors and the plasma. So we have whole blood that is now rarely available in civilian practice. طبعا هو ما نحتاج الwhole blood in civilian practice بس الناس كانت ماخذه عليه بلكت ان شاء الله الامور تبدي تتغير. Because it has seen as an inefficient use of limited resources. لانه هذا الwhole blood مليان platelet ومليان plasma ومليان coagulation factors. المريض ما يحتاجها أو الأنيميا بقد ما يحتاجها أو البليدنج ديسوردر. فأني أفضل أنه أخذ الكومبوننت من ذات بلاد and prepare only packed RBCs for anemic patient in a cold cases. Whole blood transfusion has significant advantages over the packed RBCs as it's a coagulation factor rich مثل ما سولفنا if fresh more metabolically active than stored blood. هذا عرفنا السبب. Packed red cells اللي هو another type or other division of a blood donation. The packed red cells or red blood cells are spun down, so all have precipitation and concentrated packs of red blood cells, each unit is approximately 330 ml and has a hematocrit of 50 to 70%. Packed cells are stored in a SAG first semester solution, saline, adenine, glucose, mannitol. We call it SAG solution. Why? To increase the shelf life to 5 weeks at 2 to 5 degrees or 2 to 6 degrees. The normal half-life of the red blood cells or the packed RBCs is only 5 weeks in about 35 days. فلهذا كل pint ينطي تلقون عليه time of donation and time of expire. لأنه من يعبر لك expire راح يصير destruction of all the RBCs and it will be of no benefit apart from pyrogenic reaction. And all the storage regimes كانت تحتوي ان CPD هسه الجديدة SAG. The previous one was CPD citrate phosphate dextrose solution which have a shelf life of 2 to 3 weeks only. بعد ايش عندنا component مهمة اللي هي fresh frozen plasma is rich in coagulation factor and is removed from fresh blood and stored at minus 40 to minus 50 degree with a 2-year shelf life. مع الفرق بالوقت بالمدة والdegree of
ريزرفيشن هذا يروح تماما بالهول بلاد. بينما اذا نسوي سيبريشن اوف فاكتور بي سي اند بلازما راح نقدر نحتفظ بالبلازما فور ماني مانثس فور 2 ييرز تو بي ريوزد اجين. It is the first line therapy in the treatment of coagulopathic hemorrhage. وهسه قاعدين نستفاد منها في ظل هاي الجائحة انه full dose of antibodies that can be used for patient or immune deficiency against these antibodies. RSS D positive fresh resolution plasma هاي معلومة جدا جدا مهمة انه RSS D positive fresh frozen plasma may be given to RSS D negative women although it is possible for a seroconversion to occur with large volume owing to the presence of red cell fragments and RHD immunization should be considered. يعني أنا من عندي patient A positive I should not give him a plasma or blood of an A negative person. ليش؟ لأنه it contains antibodies. ولكن I can give him a plasma of A negative person. So إذا تلاحظون مستقبلا بالحياة العملية قياس البلازما ما عليها نيجاتيف وبوزيتيف، عليها بس الـ A والـ B والـ O. ممكن O نيجاتيف O بوزيتيف I can give him O plasma, A positive A negative I can give him A plasma and B positive or B negative or AB I can give him only A without make attention to the point whether negative or positive. Cryoprecipitate is a supplemental precipitate of fresh frozen plasma. The plasma necessitates cellular precipitation. And it is rich in factor 8 and fibrinogen. It is stored at minus 30 degree with a 2 years shelf life. It is given in a low fibrinogen state of factor 8 concentration deficiency. In factor 8 deficiency, we call it what? If I have a patient with factor 8 deficiency, I call these patients in a certain disease. What is the disease that I call these patients when they have factor 8 concentrate deficiency? أحد عنده معلومة؟ دكتور thrombocytopenia؟ لا. Thrombocytopenia, it is a deficiency of a platelet. دكتور مهلا لين حسب لين هو من coagulation factor الفيمينين قصة هاي الديفكت مو بالبليتلت يعني من انطيهم بليتلت الجمال عندهم factor 8 concentration deficiency من انطيهم بليتلت ما راح يستفادون. دكتور هيموفيليا excellent which type of hemophilia you know hey excellent hemophilia A it is a deficiency of factor 8 While I have another hemophilia, we call it hemophilia B, when I have, which call it also a Christmas disease, that I have a deficiency of factor 9. So we should pay attention for that. So any patients with hemophilia that have a certain defect in alleles or in gene codation, they will get a benefit from taking factor 8 concentrate. Also, I have a platelet. Has energy little defect in platelet. Platelet are supplied as a pooled platelet concentration and contain about 250 by 10 to the power 9 per liter. Platelets are stored in a special agitator at 20 to 24 degree centigrade. يعني ما يجمد. And have a shelf. طفت الكهرباء عند من؟ عند المرضى؟ أي عند بعض الطلاب؟ دكتور أي مثل برزنتيشن بس احنا واصلين مضبوط أفنان على البليتلت اكو إشكال؟ كمل يلا. So these platelets
are pooled مثل ما قلنا on certain degree. البليتلت مو تجمد، لا مو مثل البلازما. البليتلت عادة حتى ما تحتاج درجة حرارة 4 مثل ما يحتاجها البلاط، تحتاج درجة حرارة 20 to 24 and have a shelf life of only 5 days. هذه أحد مشاكل الفريش فروزن بلازما، عفوا الفريش بلاط. أنا أحتاج الفريش بلاط for 3 days لأنه واحدة من الميجر كومبوننت that will be disrupted are platelets. So platelet transfusion are given to a patient with مثل ما هسه تفضل دكتور thrombocytopenia or with a platelet dysfunction. شو نسميها platelet dysfunction؟ thrombocythemia. So any patient with thrombocytopenia or thrombocythemia and went to operation, they should have blood transfusion at time of surgery who are bleeding or undergoing surgery. الاسبرين اللي نستعمله and the clopidogrel also. Aspirin, it is a competitive inhibitor of an platelet number. And the clopidogrel, it is a competitive inhibitor to a platelet function. Clopidogrel اللي نسميه Plavix. Used to decrease the risk of cardiovascular disease and they have no problem on ما عندها مشكلة but control of bleeding in major surgeries is of difficulty. بس هذول من يسوون عمليات كبرى عندهم مشاكل بالنزف بالدم. Require infusion of a platelet intraoperative. Arginine vasopressin or its analog اللي يسموه DDAVP have also been used in this patient group although with the limited success. إذا ما عندنا التكملة زين. شكو بعد موجود اللي هو prothrombin complex. Prothrombin complex in the next slide. أفنان أخذ الترموان اللي في البرزنتيشن لأن تفضل كهرباء عندين سأوس أوس إيه أوس اعطينا next slide. Yes, prothrombin complex concentrate, prothrombin complex concentrated PCC are highly purified concentration prepared for pooled plasma. They contain factor 2, 9, 10, and 7. Aquafachi, قاريد مفروض in the, أعتقد بالبكتيريولوجي أو الإميونولوجي, اللي يجمع factor 2, 7, 9, 10. هذا الفاكتورات شي يسموهن that may be included or produced separately. It is an indicated for the emergency reversal of anticoagulants اللي هو الورفرين therapy in uncontrolled hemorrhage. أحد يعطينا معلومة عن factor 2, 7, 9, 10 what they are meaning. The factor 2, 7, 9, 10, these factors usually called extrinsic factors. It's a coagulation factor. طبعا نعرف احنا الفاكتورات of coagulation from 1 to 13. هذني الفاكتورز from 1 to 13, هذني اكو قسم منهن extrinsic factor وقسم منهن intrinsic factor. شنو الاكسترنسك فاكتور؟ The factors that cannot be formed by inside or internal pool of a protein. تحتاج إلى external pool of a protein from outside. شنو essential amino acids and non-essential amino acids؟ هذني نفس الحالة. بالإضافة إلى الكوغليشن كاسكيد إذا صار يحتاج two pathways اللي قلنا عليه إذا تتذكروا الكلاسيكال pathway والالترناتيف pathway. These factors اللي هن factor 2, factor 7, factor 9, factor 10 when we have a patient with coagulopathy and we want to reverse the action of that coagulopathy rapidly depending on the defect of these factors we should have
بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت. بعض الناس دول اللي عندهم كلوت اجريجيشن جماعه الدي اي سي ديسيمينيتد انترفاسكولار كوجوليشن او جماعه الدي في تي اللي هو دي فين ثرومبوسيس او جماعه البلمونري امبوليزم او البلمونري انفاركت نحتاج نعطيهم انتي كوجولنت حتى لا تستمر هاي الكلوت فورمينج. نوبات هاي الانتي كوجولنت تصير بدوز عالي او اوفر لونج فيلا تسوي لنا مشكله بليدنج تندنسي. اذا بس قطعنا الادويه اللي تمنع هاي الكلوت اللي هو مثل وارفارين يحتاج 3 to 5 days to be stopped اللي هو according to half life of platelets. فاحنا اذا عندنا مشكله بليدنج او رابيد ريفرس سيرجري نحتاج عمليه ونسوي رابيد ريفرسال بس مجرد تقطع الوارفارين قبل 5 ايام او 4 ايام يلا تمشي الامور. بينما اذا انت باقي لك يوم او يومين على عمليه او امرجنسي او تروما صار عنده او كذا فوي شود ريفيرت ذا اكشن اوف ذات دراج باي بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت. زين اكو عندنا اوتولوجوس بلاد. شنو هذا الاوتولوجوس بلاد؟ اوتولوجوس بلاد It is possible for patients undergoing elective surgery to predonate their own blood. ينطون دمهم up to 3 weeks before surgery قبل العملية بثلاث أسابيع maximum for retransfusion during the operation similar during surgery. ولهذا أكو بعض البشر هو جماعة بعض الناس اللي إذا سامعين بيهم يسموهم جهافة ويتنس فملة من البشر عندهم فد اعتقاد انه اذا اخذ دم من غير شخص هذا حرام. اكو ناس عندهم هيك اعتقاد ما عايشين عندنا عايشين اعتقد بامريكا الجنوبيه او هيك مكانات هذول يقدر يستفاد من الاوتولوجوس بلاد ترانسفيوجن فقط من يسوون سيرجري الكتيف سيرجري اند انتسيبيتد بلاد لوس الا نفس الدم مالته ياخذوه يضمون هي for a maximum of 3 weeks حتى من يجي وقت العملية ينطوه بس دمه. وإذا صارت وكانت العملية مستعجلة فهو يأخذ دم وينطوه stimulator hematopoietic stimulator مثل ذن الإريثروبويتين وغيرهم حتى يقدر يعوض الدم المفقود. So autologous blood هو نفس البلد اللي ينطي قبل مدة للمريض حتى وراني سوى عملية ويحتاج بلاد يكون محفوظ له أو أنه during surgery يصير عندنا blood loss. Blood can be collected in a cell saver عفد مكينة في بعض صالات العمليات مثل ما نقول المعقدة أو المتطورة موجودة هاي المكينة تسوي purification of blood to be retransfused again. So this maneuver we call it autologous blood transfusion. During surgery, blood can be collected in a cell saver, which was washed and collects red blood cells, can be then returned to a patient. هاي فد طريقة. إيش عندنا بعد؟ عندنا indications of a blood transfusion. ممكن يصير عندنا فكرة من اللي سولفناه قبل شوية. اللي هي either acute blood loss جماعة اللي تروما خطية يحتاجون whole blood to replace circulating volume and maintain oxygen delivery أو perioperative anemia اللي عندهم anemia electively يقدر يستفادوا من البارت RBCs to ensure adequate blood oxygen delivery symptomatic chronic anemia أيضا يستفادون من هذا واللي عندهم bleeding tendency or coagulation derangement. نعم دكتور بالجماعة اللي عندهم فيلر بالكوجليشن مو يعني ليش ما نعطيهم فيتامين كي مو يفيهم؟ الفيتامين كي هو أساس عمل الكومبلمنت فاكتورز اللي هو يحتاج لهم ستور موجود بالبلد أو بالليفر حتى يتصنع الاكسترنسيك فاكتورز أونلي اللي هي فاكتور 2 فاكتور 7 فاكتور 9 فاكتور 10 بينما بقية الفاكتورات it will get no benefit when we have injected patient vitamin K.
فما يفيد كل الفاكتورز ديفكت. يعني اللي عندهم هيموفيليا مثلا ما يستفاد من الفاكت من الفيتامين كي، ولكن اللي عندهم ديفكت ان اكسترنسك فاكتور اور ليفر ديزيز مثلا منه مثلا جماعه الكرونيك ليفر فيلير او الابستراكتيف جوندس. الابستراكتيف جوندس they cannot reabsorb vitamin K or they cannot form extrinsic factor and they have certain coagulation disorder. So we should give them a prepared vitamin K through route rather than the GIT. فنعطيهم اياه على شكل injection. فيكون الفيتامين كي will be available again in the liver but through other route rather than the GIT through the injection لحين ما يتصلح الانتيروهيباتيك سيركوليشن روت ووراها يرجع البيشنت الى وضعيته الطبيعيه. The blood transfusion بصوره عامه بالعالم should be avoided if possible. لا تروح تركض قبل للدم، لان الدم هو مثل ما اتفقنا انه هو تشو، يعني يراد له بريبريشن ويراد له بريكوشن ويراد له ترتيبات كل شيء هواي. And many previous uses of blood and blood products are now no longer considered appropriate. قبل كانوا يعطوها للي يسافرون مثلا الى مكانات عاليه حتى يزيد الهيموجلوبين ليفل، حتى يزيد الاكسجين كاري كاباسيتي. كان يبطل البيشنت شوكت كفيرست لاين مانجمنت اوف ذيس بيشنت وذير ذي هاف هيمريج. قامت تقل ذيس انديكيشنز اند ذي ار ليميتد اونلي فور سيرتين يوز اللي هسه سولفنا عليها. زين transfusion trigger، احنا المريض شو كنت نعطيه بلاد. A hemoglobin level of 6 and less is hardly acceptable in patients who are not actively bleeding. ما عنده bleeding. Not about to undergo major وليس simple or moderate surgery. And are not symptomatic واللي ما عنده symptomatic signs. شنو هي symptomatic signs مال البيشنت اللي هو low hemoglobin level؟ شو يصير عندهم؟ ونقول عليه هذا symptomatic. ممتاز. تكيكارديا one of these signs. Postural drop يعني مو كلش accepted in anemia بس ممكن يصير عندهم another drop اللي هو exertional drop وليس البوستيرال. Postural إلى علاقة بالpump بالهارت. هذول الهارت ما عنده مشكلة شغال، الفوليوم طبيعي، بس شنو pale patients الفلويد اللي موجود كمية الحجم الدم الموجود هو صح طبيعي ولكن بتركيز الهيموغلوبين قليل بي، يعني الكارين كباسيتي قليلة. فش يصير عندهم دولة؟ يصير عندهم جرانتينج، يصير عندهم لهاث، يصير عندهم تاكيكاردي، يصير عندهم تاكيبنية، يصير عندهم easy fatigability easy exhaustability، يتعب بسرعة. ليش؟ لأن إمكانية نقل المواد المفيدة للجسم إلى الأعضاء المطلوبة ونزع الـ CO2 من عندها waste product وشمره باللنك حتى يتخلص من عند الجسم تكون كلش قليلة. فالwaste product تبقى فترة طويلة والفيول اللي يحتاجه الجسم ما يجي بالكمية المطلوبة، فيحتاج بالمقابل أن يصير عندهم تاكيكارديا حتى يحاول يعوض هذا الشيء. وتاكيكارديا خلال فترة طويلة ممكن أنه يتعب الهارت وندخل بكونجستيف أور مال ديستريبيوتيف هارت ديزيز. هيستوريكالي بسابقا البيشنت ويل ترانسفيوز تو اتشيف هيموجلوبين اكثر من 10، ولكن الامور هسه تغيرت صار اقل من 6 probably will benefit from transfusion. من 6 الى 8 transfusion is unlikely to be of benefit in the absence of a bleeding or appendix surgery. More than 8 no indication for transfusion in the absence of other risk factors. إذا ما عنده anticipated high bleeding operation. This has now been shown not only to be unnecessary but also to be associated with an increased morbidity. مثل ما نعرف أن blood transfusion به هواي risk وبه هواي sequelae complication هسه راح نقراها. فشافوا أنه أحدد الترانسفيوجن إلى أقل شيء ممكن when patient less than 6 هذول يحتاجون transfusion while they are 6 to 8 unequivocal. البلد جروبس سولفنا عليها والكروس ماتشنج اي بي او سيستم. The system consists of three allelic genes.
اللي هي شنو هي الـ A B and O. وياي طلاب لو النت راح لازمك وياك ممتاز. إذن we have A B and O which control synthesis of enzymes and add carbohydrate residue to cell surface glycoprotein A and B genes and specific residue while the O gene is an amorph that does not transform the glycoprotein. ما عنده هذا الجلايكوبروتين فما يصير عنده لا اي ولا بي سموه او. The system allow for six possible genotypes ست انواع although there are only four phenotypes. الاشكال هي اربعه ولكن الجين الاساسيات مالته سته. شنو؟ اكو فرق بين ال اي اي لو اي لو اي او يسموه بالحالتين هو اي وكذلك البي بي والبي او الحالتين يسموهن بي. Natural occurring antibodies are found in the serum of those lacking the corresponding antigen. The blood group O is a universal donor, while a blood group B, AB, it is a universal recipient. هذا ما يحتوي على antigen, ما يتصنع بالO antigen, ولكن يتصنع antibodies to A and B to provoke a reaction. Conversely, blood group AB is a universal recipient and can receive any ABO blood type because they have no circulating antibodies. أعتقد واضح المعلومة. The blood group system, we have a phenotype of O, ممكن genotype هو OO, الانتيجين O, antibody anti-A, anti-B, and the frequency 46%. الA, صلوات, يعتبر أيضا very high in amount, اللي هو either AA or AO, الانتيجين A, والانتيبادي B أو 42% البي أقل من عندهم 9% والأي بي 3% ريسوس سيستم. The ريسوس D or RHD antigen is strongly antigenic and present in approximately 85% of population in UK لأن يعني معظم الدراسات هناك يتوقعون العالم نفس الشيء. Antibody to the D antigen are not natural present يعني اللي عندهم positive they have no antibodies واللي عندهم negative هم ايضا have no antibodies ولكن عندهم الامكانيه ان يسوون antibody اذا تعرضوا الى اي blood positive. واضح كلامي لو صعبه دكتور؟ صعبه هاي المعلومه صعبه. انت عندك patient blood group O positive و patient blood group O negative. الفرق بيناتهم شنو؟ ان ال blood group O positive هو عنده antigen D بس ما عنده ال anti D ولهذا هذا يكون positive. ال blood group O negative هو ما عنده antigen of RH اللي هو D ولا عنده antibody ماكو مشكلة. ممكن انه اذا صار عنده مشكله البلد جروب او نيجاتيف ياخذ البلد فروم ا دونر اوف او بوزيتيف ولكن مره واحده في حياته. ليش؟ ايش راح يصير؟ راح يصير خلال هذه المره الوحده يصير عنده انتيبوديز اجينست ذا دي انتيجين يسموها انتي دي. يعني شنو انتي دي؟ يعني راح يتكون انتيبوديز اجينست ذات انتيجين ويروح من البلد الدي يبقى بس الانتيبودي متكون. اذا صار اكسبوجر نيكست تايم يعني اذا هذا المريض او هذا الشخص احتاج بلد جروب او وانطيناه او بوزيتيف راح يصير انتيجين انتيبودي انتراكشن ويصير انترافاسكولار كلوتينج ويصير كروس رياكشن بالمرة الثانية. بينما لو كان عندنا patient O positive ثاني إذا أخذ أول مرة O positive ما عنده مشكلة يأخذ مرة ثانية O positive ما عنده مشكلة يأخذ O negative هم ما عنده مشكلة لأنه إذا patient O negative وسابقا ما متعرض ال D positive ما راح تتكون عنده antibodies فمن يأخذها ما عنده مشكلة. إن شاء الله تكون واضحة هالمرة.
دكتور يعني النيجاتيف دائما يقدر يطير البوزيتيف؟ شلون صوت شويه مشوش افنان. النيجاتيف دائما يطير البوزيتيف عادي؟ النيجاتيف دائما ينطي البوزيتيف عادي ما عنده مشكله اذا ما كان عنده بريفيوس اكسبوجر. بس عنده بريفيوس اكسبوجر ولو مره واحده تبدا تتكون الانتيبوديز بهيك اللحظه. يبدي اذا ينطي للبوزيتيف راح ينطي بلد زائد انتيبوديز وممكن تصير المشاكل وراها. مثل ما يصير بالامهات الحوامل اللي بلد جروب مالتهم نيجاتيف وازواجهم بوزيتيف. البوزيتيف طبعا هو دوميننت اوفر ذا نيجاتيف، يعني اذا الاب بوزيتيف والام نيجاتيف الطفل لازم يطلع بوزيتيف. اذا الطفل بوزيتيف ويصير ترانسفيوجن او كروس ترانسفيوجن رياكشن يصير وين؟ خلينا نقول فد ميكسينج اوف بلاد يصير ديورنج ديليفري اند ثرو ذا بلاسنتا. فراح يصير اكسبوجر اوف ذا مذر بلاد تو ذا فيتال بلاد اللي هو دي بوزيتيف راح تصير الانتيبوديز. اول طفل يعبر ماكو مشكله. ثاني طفل راح يصير عنده ديورنج ديليفري يصير الاكسبوجر راح يصير عنده نيونيتال جوندس يكون شويه هيفي. ثالث طفل اللي يكون هيفي يعني شنو؟ يعني يكون باثولوجيكال اللي يطلع باول يوم بعد الولاده. ثالث طفل راح يصير عنده في حاله يسموها هاي دروبس فيتاليس اللي هي severe derangement of normal metabolism and may lead to organ failure due to exposure. ثالث طفل راح يصير عند رابع طفل راح يصير عند الام يصير عندها intrauterine death of that fetus وراها بعد ما يعيش عندها اي طفل. ليش؟ لان هي blood group negative متعرض الى antigens صاير عندها antibodies يؤدي الى derangement of any mixing with blood group positive. عفوا دكتور نقدر نتجنب الاكسبوجر؟ الاكسبوجر ما يتجنبه ما تقدر يصير ميكسينج للامهات. بس اكو طريقه اللي هي اذا سامعين بيها الابر اللي تنطي للام النيجاتيف بعد الولادة يسموها NTD. شنو يعني NTD؟ هذن competitive inhibitors of antigen D in the circulation of the mother leading to deprivation of the hematopoietic cells بالبون مارو مالت الأم من أن تتعرض إلى D antigen. يعني شنو دكتور؟ يعني هذني الكومبتيتيف انهبيتر الانتي دي اللي نطيناهن للامايه بعد الولاده مباشره راح تفتر بالسيركيليشن. وين تلقى بلاد سيلز مال طفل ميكست وذ سيرم اور لوكوسايتس اور انتيجين بريزنتنج سيلز بالامايه راح تلزمها وتدمرها وتمنع جهاز المناعه بجسم الام من ان يتعرض الى الدي انتيجينز حتى تكون مقابله انتيبوديز وتقدر الامايه تصير ماكينه وتخلف لها 5 جهال و6 جهال وما عندها مشكله. ولكن بعد كل دليفري تحتاج ابره انتي دي. واضح دكتور؟ نعم. بس الطفل من صعد هاي دروس فيتالس يعني شنو ما حيساعدها اني انتل جندس وشنو هاي الحاله اصلا تصير سيفير جوندس و incompatible with life no bad و organ failure hepatic damage hepatic failure splenic failure hypersplenism. يعني راح تنزل هذن ال antigen antibody interaction داخل البادي مال الشايلد وراح تسوي له DIC وتسوي له multiple infarcts راح يعني تدمر الطفل و usually incompatible with life but مو intrauterine لا ورا ما ينولد والدرينجمنت يبدا اصلا من داخل الحمل من ايام الحمل. بس ممكن انه يصير بي ديليفري اوف ديفكتد تشايلد اللي وراها لا بعد ما يقدر يلحق يصير انت يوتراين ديث. عفوا دكتور؟ نعم دكتور. يا مو هاي اسمها ارثروبلاستوس فيتاليس مو هايدروب فيتاليس الهايدروب مال باربوفايريدي فايروس
والله ايش اقول لك دكتور عبد الكريم، مو كريم عبد الكريم، دكتور محمد، دكتور ها دكتور محمد العفو. نعم. صراحة هذه اللي يعني هي بين فترة وفترة تصير بعض التغييرات يعني على التسمية او على الكذا، ولكن احنا اللي نتذكره يعني بالضبط اللي ما تغير هو الاكترس فيتاليس. الاكترس فيتاليس هو المصطلح اللي ظهر على هذول الاشخاص اللي هو due to antigen antibody interactions starting from intrauterine life and to be continued after delivery. ف whether erythroblastosis او هايدروبس هاي ان شاء الله نراجعها ونسولفها على الايام القادمه، ماكو مشكله حتى نصل الى المصطلح النهائي. اوكي تمام دكتور، ممتاز دكتور. نعم بس يعني ليش البيبي الثاني يكون اكثر من الاول والثالث اكثر والرابع يصير بالدبل، يعني ليش؟ لان according to exposure احنا الاكسبوجر ما يكون هيفي، بس مجرد من يصير سيبريشن اوف بلاسنتا او من يصير الووند مال السيزيريان ويصير تراكشن اوف بلاسنتا فيصير اكسبوجر ان لو اماونت. كل دوز من يتعرض للانسان يكون انتيبوديز حسب هذا الدوز. ليش هسه احنا نقول بالكورونا فيروس وغيرها، انت من حقك او من الضروري انه تتعرض للكورونا فيروس ولكن الدوز قليل وفترات متباعده حتى يصير عندك انتيبادي بدون ما يصير عندك انفكشن. نفس الحاله هنا، انت تتعرض الى دوز قليل ويتكون انتيبادي، بالحمل القادم راح يتعرض الى دوز ثاني بعد يكون اعلى من الاول، الاول والثاني متكون بالبدايه، راح تتعرض الى دوز ثاني تتكون بعد اجسام مضاده، وكذلك بالحمل القادم والحمل القادم يكون التعرض الى الانتيجينز بكميه اكثر بالاضافه الى تحفيز مناعه سابق تكون منتظره لها بس مجرد شمه الماجيكاريوستاتيك سيلز من الانتيجينز من الدي انتيجين حتى تكون الانتيبوديز. فكل ما يصير سكسيسيف اكسبوجر كل ما يصير سكسيسيف مور اكتيف اند انتنسيف انتيبودي فورميشن. اوكي عشان نعبر هذا السلايد اللي عين قد طولنا فيه. The recessive DRHD antigen is strongly antigenic ومتكون من 85% of population UK and antibodies to the antigen D are not usually present مثل ما قلنا after exposure. Their formation may be stimulated by the transfusion of RH positive red cells مثل ما هسه سولتنا or baby during delivery. Acquired antibodies are capable during pregnancy of crossing the placenta and if present in an RHD negative mother they can cause severe hemolytic anemia واللي يصير عندهم jaundice بالsecond child pathological jaundice and even death اللي هي hydrops fetalis مثل ما سولفنا عليها ويا دكتور محمد ونراجع ال synonym and their precise nomination. الcross matching all transfusions are preceded by an ABO and recess typing of both donor and recipient blood to ensure compatibility and the recipient serum is then mixed with the donor cell to confirm ABO compatibility اللي سميناها gel method and slide method. وfull cross matching of a blood may take up to 45 minutes in most laboratories and in more urgent situation المشكلة بالrapid and massive transfusion ما نقدر نسوي هاي المثل اللي تاخذ لها هاي الساعه تقريبا، يسوون بس مجرد تايب سبيسيفيك يعني هذا او او بي بي وهكذا بوزيتيف اور نيجاتيف اند كان بي ايشود ويذين 5 تو 10 مينيتس اور 15 مينيتس وير بلاد ماست بي جيفن ايمرجنتلي اند بلاد جروب او ات از ا يونيفرسال دونر اند او نيجاتيف ممكن تنطيه الى اني بيشنت ايفن وداوت كروس ماتشنج. نجي الآن إلى transfusion reactions اللي هي one of the adverse effects of transfusion. If antibodies present in the recipient serum are incompatible with the donor cell, the transfusion reaction will result.
This usually takes the form of an acute hemolytic reaction. اللي هو هذا المشكلة. And febrile transfusion reaction are non-hemolytic. إذن عندنا two types of reaction. Either acute hemolytic reaction اللي هو هذا المشكلة الكبيرة B due to antigen-antibody interaction اللي يصير بالسيرم مال الريسيبينت due to exposure to donor cells and interaction. وأكو febrile اللي هي ما لها علاقة بالهيموليسيس due to exposure to certain things اللي هي ممكن الاديتيفز ممكن الماينر انتيجينز يصير من خلال مقابلها. Febrile transfusion reaction are non-hemolytic and are usually caused by graft versus host response. وممكن ايضا تصير graft versus host. شنو يعني الgraft versus host؟ سامعين بي دكتور؟ يعني الريسيبينت هو العصب الدونر هو يسوي ريسبونس ضد الريسيبينت. ممتاز جدا افنان. يعني الترانسفيوز بلاد هو اللي يحتوي انتيبوديز وليس الانتيجينز اللي هو طبعا كميته حتكون قليله لانه بس على قد البوينتس واذا كان فريش راح تتكون هي الاجسام المضاده يعني مثلا ار اتش نيجاتيف بيرسون وعنده previous exposure to D راح يكون عنده anti-D من ينطي positive patients راح يصير عندهم febrile non-hemolytic transfusion reaction due to already formed antibodies يسموها graft versus host. And this form of transfusion reaction is rare with leukodepleted blood. إذا كان الدم مشتغلي في مكانات ومراكز مضبوطة هذه الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن نان هيموليتيك رياكشن ما تصير. ليش؟ لان احنا عاده نقول اي بلاد ناخذه من اي بيشنت ات شود بي ليكوديبليتد. وسيفير اميون ريليتيد ترانسفيوجن رياكشن ديو تو اي بي او انكومباتيبلتي ريزلت ان بوتنشيالي فيتال كومبلمنت ميدييتد انترافاسكولار هيموليسيس اند مالتيبل اورجان فيلير. الاي بي او انكومباتيبلتي ممكن ان تكون فيلير وفيتال. يعني it is a big mistake when you are transfusing blood of mismatch major blood groups. يعني AB وحين نطينا مثلا لا AB هو ياخذ من كلهم. اذا A وانا انطيته B هاي مشكلة. اذا O وانا انطيته AB this is a big problem. We should pay attention to that. ولهذا خطيئة جماعة الـ O لازم الا من الـ O ياخذ. والA ممكن ياخذ من الA والO، الB ممكن ياخذ من الB والO، الAB لا من ما تطي مدوما. فهاي المشكلة إذا صارت يعني this is a fatalic sequelae. The complication of blood transfusion خلصنا إن شاء الله ما ضل شيء. هي either complications from a single transfusion يعني هي أصلا أكو مشكلة سابقة تحتاج حل اللي يسموها from a single transfusion اللي هي الـ incompatibility المشكلة الـ incompatibility hemolytic أو الـ febrile non-hemolytic transfusion reaction. وعندنا الـ allergic للـ blood component اللي تضاف الـ additives. وعندنا الـ infection اللي هو ممكن يكون bacterial transfused أو faulty storage أو related to the cannula site. وممكن يكون transfusion of infection مثلا transfusion of hepatitis or HIV اللي هي transfused by blood. malaria كذلك. we have air embolism sequelae, thrombophlebitis, transfusion of cannula site, a transfusion related acute lung injury اللي هو يصير من الفريش فروزن بلازما يسموها ترالي اللي transfusion related acute lung injury one of the sequelae of blood transfusion. And we have a complications from massive transfusion اللي هي coagulopathy, conceptive coagulopathy or hemodilution, hypocalcemia, hyperkalemia, hypokalemia. طبعا اكثر شيء الهايبركاليميا اكثر من الهايبوكاليميا. ليش؟ لانه disrupted cells كل ما يعبر عليها وقت ال RBCs كل ما يصير liberation of more potassium ولهذا تصير هايبركاليميا.
hypothermia. هذا not well warmed blood. In addition, patients who receive repeated transfusions over a long period of time, example, patient with thalassemia, شو راح يصير عندهم؟ Iron overload due to destructed RBCs. وهذول الشي يحتاجون unit of blood it contains approximately 250 milligrams of elemental iron. تحتاج chelating agent اللي احنا نسميه EDTA. It is a chelating agent that compete with the iron molecules and lead to its excretion in the feces through the hepatic route. Management of coagulopathy. إذا صار coagulopathy, delivering a balanced transfusion regime matching red blood cells. هذه اللي سولفنا عليها قبل شوية من قلنا the platelet will be disrupted. فإذا تنطي all the blood عبر ثلاثة أيام اكو سيرتي المانوفر لازم نسويها اللي هي delivering a balanced transfusion regime matching red blood cells packed with the plasma and the platelet. اهم شيء اضيف عليها البلازما and fresh frozen plasma and the platelet concentrate. Based on a moderate evidence when red blood cells are transfused for active hemorrhage, it is best to match each red blood cell with one unit of fresh frozen plasma and one unit of a platelet. وتصير المعادلة 1-1-1 after the second pint. This will reduce the incidence and severity of subsequent dilutional coagulopathy. And coagulation should be monitored routinely either with the point of care testing اللي هو thromboelastometry or with the laboratory test fibrinogen, the clotting time, bleeding time, prothrombin time, partial thromboplastin time, INR. هذني كلهن parameters of coagulation status. Correction of coagulopathy is not necessary if there is no active bleeding or hemorrhage is not anticipated. إذا ما عندنا active bleeding ما نحتاج ندوخ هاي الدوخة بالcoagulation system. Not due to for surgery. ما عنده عملية قريبة. However, coagulopathy following or during massive transfusion should be anticipated and managed aggressively. هي هاي المشكلة. خلصنا إن شاء الله ما ضل شيء. Blood substitutes are an alternative, an attractive alternative to the costly processing of donation, checking, storing and administering blood. Donating, checking, storing and administering blood. Blood substitutes are either biometric or biometric and abiotic or abiotic. Biometric substitutes mimic the standard oxygen carrying capacity of the blood and are hemoglobin based. Abiotic substitutes are synthetic oxygen carriers and are currently primarily perfluorocarbon based. هذه معلومة واحد يخليها بباله انه اكو blood substitutes. Hemoglobin is seen as an obvious candidate for developing an effective blood substitutes. بس hemoglobin. Especially given the immunogenic and potential infectious complication associated with transfusion ادت الى ظهور هذه الامور اللي هو blood substitutes. And various engineering molecules are under clinical trials ما زالت and are based on a human bovine and recombinant technologies. Second generation perfluorocarbon emulsions are also showing a potential of clinical trials. Where short practice reference and thank you. شلونكم؟ دكتور عاشت ايديكم. احد عنده ملاحظه او استفسار؟ دكتور ليش يصير عند اير امبوليزم؟ الاير امبوليزم يصير بالباينتس اذا انت اول ما تخلي الباينت يكون طبعا الجيفنج سيت فارغ ما بي بلاد. يعني تخلي الجيفنج سيت مباشره بالكانيولا وتفتح الباينتس البلاد اللي ينزل بالتيوب اللي هو اوريدي فارغ ما بي بلاد بس بي اير راح يندفع هذا الاير بالكانيولا يؤدي الى air embolism.
الاير امبوليزم بالفيو سي سيز از اوف نو سيجنيفيكانس، ولكن من تعبر 30 سي سي راح ممكن ان تسوي لنا مشكله، يكون ان افكتيف كاردييك بامبينج يؤدي الى فيلير تو بامب بلاد تو اذر فايتال اورجانز، وندخل بمشاكل نحن في غنى عنها. فهاي مشكله الاير امبوليزم اللي تصير with any transfusion with the blood or